الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ومعونته من الآن وإلى أبد الآباد كلها أبائي وأخواتي أمين. نأتي إلى عقيدة التجسد. تناولنا التجسد كتابيا ثم التجسد ليتورجيا، الآن نأتي إلى المحطة الأخيرة لعقيدة التجسد دفاعيا وبعض الأسئلة التشكيكية حول التي يستخدمها ضعاف النفوس أو المقاومين للإيمان مع أخونا الحبيب الدكتور سامح جيمي. طيب أبونا طبعا بيدينا حاجة احنا ما نستاهلهاش ان احنا نتكلم في المدرسة، ناس علماء بتتكلم احنا ما نستاهلش فعلا. يمكن العقيدة بتاعت التجسد أبونا طلب فكرة الاعتراضات، الحاجات اللي ممكن تكون بتشكك سواء من غير المسيحيين من الملحدين في تجسد ربنا يسوع المسيح. يمكن من أول الاعتراضات أو من أكبر الاعتراضات اللي بتتناقش أو بتتقال هي فكرة إن هو ينفع الفكرة بتاعت التجسد دي فكرة واخدة متاخدة من الأساطير وأساطير الأديان الأخرى، سواء مثلا الأساطير اليونانية الأساطير الفرعونية، فكرة وجود عذراء وولادة إله، ولادة إله متجسد من عذراء. الأساطير دي يمكن زي ما كده بيقولوا علماء الكتاب المقدس ان اتقال ان الأساطير دي كلها بتتكلم عن تزاوج، عن فكرة تزاوج، تزاوج ما بين إله وما بين الواحدة ستة، سواء كانت عذراء او فتاة او بدون زرع بشر، ولكن في تزاوج. لكن المسيحية مش بتقول كده، المسيحية بتقول ايه؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فاذا ما حصلش تزاوج ما بين الله وما بين ما بين العذراء. العذراء عذراء، وزي ما الكنيسة بتأكد ان دوام بتولية العذراء بعد وقبل التجسد. فزي ما بيتقال كده ان اساطير العالم القديم هذه ليست اكثر من قصص عن زنا بين الآلهة والبشر، وهو امر يختلف اختلافا جذريا عن الروايات الكتابية عن الولادة من العذراء. طبعا اساطير هنلاقي في اساطير كتيرة زي زيوس ولادة هيراكل، بيرسيوس، ألكسندر، أبولو ولد أيون، وإسكليبيوس، وفيثاغوروس، أساطير كتيرة. هنلاقي كريشنا، هنلاقي في بالنسبة للهند هنلاقي أساطير كتيرة. يعني مش موضوعنا ده موضوع كبير، بس احنا هنمشي على كل اعتراض ونتكلم. طب هل الموضوع ده كان موضوع جديد؟ لا، مش موضوع جديد. نلاقي عارفين قديس يوستينوس؟ اكيد قديس يوستينوس شيء ده من الاباء، اسمهم الاباء الايه؟ المدافعين، الاباء المدافعين. في دفاع شهير قوي في كتاب ليه في يعني في او ليه كتابات في الدفاعيات، وفي دفاع لحد من اليهود اسمه تريفون. لقيه تريفون ده بيقول نفس الكلام، ومن الحاجات الجميلة اللي أنا بقف عندها دايما وبقى يعني مبسوط جدا، وهو أن اللي يدرس الآباء يلاقي أن كل المشاكل اللي احنا بنتعرض لها الآباء اتكلموا عليها والآباء ناقشوها ويدولها ردود وحلول، مفيش حاجة جديدة. يعني أنا من كل اللي أنا قريته، كل الدفاع الهجوم اللي على المسيحية الآباء كانوا ردين عليهم خلصينه وقايلينه من زمان. لما نشوف تريفون بيقول إيه، إن النص ليس
ده تريفون هو اللي بيتكلم ان النص ليس هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا بل هوذا الشابة تحبل وتلد ابنا. هو بيشكك دلوقتي في الترجمة الى اخر النص كما ذكرته، غير ان النبوة ككل تشير الى حزقية لان الاحداث المذكورة فيها تحققت في ذلك الملك. وايضا يوجد في الاساطير الاغريقية قصة تتحدث عن كلفية ولادة بريسيوس من ديناي وهي عذراء عندما نزل عليها المدعو زيوس في هيئة وابل من المطر الذهبي. وانتم المسيحيون يجب ان تستحوا من ترديد مثل هذه القصص، ويجب عليكم بالأحرى أن تعترفوا بأن يسوع هذا هو مجرد إنسان من أصل بشري. وإذا كنت تقدر أن تثبت من أسفار الكتاب أنه هو المسيح فلتعترف بأنه حسب أهلا ليكون المسيح بسبب حفظه الكامل للناموس، ولكن حذار أن تتحدث عن معجزات لألا تتهموا بالحماقة مثل الإغريق. الكلام ده متقال من زمان إن الولادة مش ولادة عذراوية، او لو انتوا بتقولوا كده ده انتوا متأثرين بالاساطير بتاعة الاغريق. طيب هو رد قال ايه القديس يوستينوس؟ قلت يا تريفون، اذا كانت نبوة اشعياء هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا لم تنطبق على بيت داود بل على بيت اخر من الاسباط الاثنى عشر، فالمشكلة قد تكون صعبة. ولكن بما ان النبوة ذاتها تنطبق على بيت داود فقد شرح اشعياء بدقة كيف تحقق ما قاله الله في سر لداود. لعلكم يا اصدقائي لا تدركون ان كثيرا من الاقوال التي عبر عنها الكتاب مجازيا او بشكل رمزي قد شرحها الانبياء الذين جاءوا الذين نطقوا بها. وإن أثبت لكم حقيقة أن نبوة أشعية هذه تتحدث عن مسيحنا وليس عن حزقية كما تدعون، هل تشكون في معلميكم الذين يتجاسرون على القول بأن ترجمة الأسفار المقدسة التي قام بها 70 من شيوخكم في بلاط الملك بطليموس هي غير دقيقة في بعض الأحيان؟ إيه الفكرة؟ اليهود بعد مجيء المسيح وبعد الانتشار المسيحية والكرازة ابتدوا يشككوا في الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية دي عملها 70 شيخ من شيوخ اليهود اللي هم اللي حافظين كويس قوي الكتاب المقدس، اللي حافظين كل حاجة، والسبعين شيخ ترجموا نفس الترجمة. طبقوا الترجمات السبعين لقهم مظبوطين تمام، أصبحت هي دي الترجمة بتاعت العهد القديم من العبرية لليونانية. ترجموا كلمة العذراء الكلمة بتاعت اللي في الأصل اليهودي للعذراء إيه؟ هم ترجموها العذراء. إذن هم كلهم متفقين على أن العذراء تحبل وتلد ابنه. فأنت دلوقتي جاي تشكك عشان مجرد أن أنت تقول أن المسيحية مش مظبوطة، أنت بتشكك في ترجمة قديس يوستينوس، عايز يقول له كده، أنت بتشكك في ترجمة الشيوخ اليهود، انت عشان تهدموا المسيحية بتفكروا بالطريقة دي، انت كده بتسئل نفسك في الاول، انتوا مش فاهمين. فهو في الاول خالص قال له ان انت لو بتشكك في الترجمة فانت تشكيكك ده مش مظبوط تمام. يبقى احنا اتفقنا ان هي العذراء، اتفقنا ان هي العذراء. طيب ايه التشابه؟ طب في تشابه ما بين العهد القديم وما بين أساطير كتيرة، ومنها جت فكرة أو جاء موضوع كمان ولادة المسيح العذراوية، بس في تشابه في العهد القديم. طب دي حاجة تخوفنا؟ نلاقي قديس يوستينوس بيقول له لا. فلتطمئن يا تريفون إن معرفتي بالأسفار المقدسة وإيماني بها ازداد ثباتا بسبب الأعمال المزيفة التي قدمها الشيطان في الأساطير التي انتشرت بين اليونانيين مثلما فعل من خلال السحرة المصريين والأنبياء الكذبة في أيام إيليا. فعندما يقولون، ابتدى بقى يتكلم عن ديونيسيوس ولد نتيجة تزوج زيوس من سيملي، ويرون أنه هو الذي اكتشف الكارما ويعد أن قطع إربا ومات وقام ثانية وصعد إلى السماء، وعندما يستخدمون الخمر في طقوسهم، أليس واضحا أن الشيطان يحاكي النبوة التي سبق أن ذكرتها لكم عن يعقوب كما سجلها موسى؟ وعندما يقال هيراكل كده، هو هنا اتكلم عن إيه قديس يوستينوس؟ إن الشيطان بيقلد اللي موجود في الإنجيل والنبوات وبيزرعها في الأمم اللي حوالينا.
الشيطان عمال يقلد. هنلاقي فيه تشابه مثلا ما بين خيمة الاجتماع والقدس وقدس الأقداس عند الفراعنة. هنلاقي فيه تشابهات كتيرة، في تشابه ما بين قصة الطوفان والأساطير مثلا زي الأسطورة السومرية، في تشابه. طب التشابه ده حاجة تخلينا منزعجين؟ بالعكس، بالعكس. المعنى كده ان الأصل كان واحد، ولما تشتت البشر ابتدت الدنيا تختلف. معنى كده ان الشيطان عمال يقلد علشان عايز يعمل نفس الأفكار. ما هو الشيطان ايه فكرته من الأول؟ ان هو يبقى مثل العلي. هو عايز ايه؟ اجعل كراسية فوق كراسي العلي، عايز يبقى مثل العلي، فهو عايز يعمل زي ما هو بيعمل. انت هتعمل كذا انا هعمل لك كذا، انت بتعمل كذا انا هعمل لك كذا. اذن التشابه اللي ما بين الاساطير وما بين قصة الميلاد ده ما يشككنيش، بالعكس يقول لي ان الشيطان كان عاوز يعمل زي ربنا، بيقلد نفس الفكرة. والآية الصريحة هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، آية صريحة، آية ترجمها شيوخ اليهود، هم مش ترجمينها كده. فجايين دلوقتي انتوا بقى تقولوا عكس كده، يبقى دي مشكلة عندكم. يبقى كان اول اعتراض اصلا من اليهود، وابتدى ان هم يقولوا له ده انتوا بتقلدوا الامم، وان انتوا بتعملوا زي الامم، زي الدفاع بتاع يوستينوس، وقرينا الكلام بتاعه. لا، في يمكن من الاباء كمان اللي اتكلموا عن الموضوع ده، ماردينوسيوس ابن الصليبي، يمكن ابونا طبعا لما جاب لنا ربان فيلبس كلمنا في اول محاضره عن ماردينوسيوس ابن الصليبي، بيتكلم بيقول ايه. يقول بعض المفسرين اليهود ان النبي لم يذكرها بتولا بل شابه وصبيه، فنقول ان هذا الزعم باطل لانه لا يوافق ترجمه الاثنين وسبعين شيخا التي هي اصح جميع الترجمات، اولا لكثره مترجميها ومطابقه اياتهم، ثانيا لانهم ترجموها قبل مجيء المسيح بمده على قوله هو ذا العذراء تحبل وتلد، هو علامة كان قد أعطاها الرب لأحاز، فإن كانت شابة مسبعة أن تلد من زواج فكيف تكون آية؟ هي مجرد شابة، طب إيه المشكلة؟ طب ما ده الطبيعي، يعني الشابة بتولد عادي يعني. ويدعى إيمانوئيل لم يقل وتدعوه أنت، لكن يدعى من الناس، أي من أعماله العجيبة ومعجزاته الخارقة الخارقة للطبيعة. يعرفون أن الله جاء إلينا ليتردد معنا على الأرض بالجسد. وضع عمانوئيل من المعلمين المشهورين من بني البشر. يبقى أول اعتراض احنا اتكلمنا فيه عن هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا، ومشابهة قصة الميلاد العذراوي من عذراء مريم للمسيح يسوع ربنا بقصص الأساطير. وده قلنا يعني ان اولا الأساطير هي قصص عبارة عن زنا بين آلهة، ده مش تزاوج يعني، ده مش زي العذراء خالص. العذراء بدون زرع بشر، بدون ان يعرفها رجل، ودوام بتولية العذراء قبل وبعد التجسد. تاني حاجة ان لو في تشابه فده عمل الشيطان اللي بيحاول انه يقلد ربنا في طرقه وفي أعماله. تاني اعتراض، هل يمكن أن يتجسد الله؟ هو ينفع ربنا يتجسد؟ ربنا الكبير العالي القدير يتجسد؟ ينفع؟ ما ينفعش. إيه ده؟ صعب. فكرة تخشش على دماغنا ببساطة خالص. أول رد، يعني رد البديهي ببساطة جدا جدا جدا، وإيه المنع؟ وإيه اللي يمنعه؟ ربنا قادر على كل شيء. مش أنت بتقول إن هو الله قدير وقادر على كل شيء؟ إيه بقى اللي يمنعه؟ يقدر يعمل كل حاجة، ربنا يقدر يعمل كل حاجة. إن قلنا أن الله لا يقدر أن يتجسد، فمعنى هذا أننا ننسب له العجز، فيصبح الله غير قادر على كل شيء. يبقى أول حاجة أن لو إحنا قلت أن ربنا ما يقدرش يتجسد، ده كده معناه أن أنا بقول أن ربنا في حاجة ما يقدرش يعملها، وربنا يقدر يعمل كل حاجة ببساطة خالص. رد بسيط وبديهي يعني. لكن في طبعا كلام تاني نقوله برضو.
هل كان في ظهورات في العهد القديم للأرواح عامة؟ في ظهور، في ظهور، في ظهورات في العهد القديم. فانت لو احنا كاليهود بقى، لو جينا من الناحية اليهودية، انتم معترضين ان الله يظهر، طب ما في ظهورات للملائكة في العهد القديم، في ظهورات مسيانية في العهد القديم. طب يعني هل الأرواح تقدر تعمل ده وربنا ما يقدرش يعمل ده؟ طب بلاش. في الأديان الأخرى، طب انت معترض بقى على ان ربنا يظهر في جسد؟ انا عارف ان انا تعبتكم، معلش حقك علي، انا بعرفش اتكلم وانا قاعد واقف. هل ربنا ما يقدرش يظهر بقى في جسد؟ وليه ما يقدرش يظهر في جسد؟ بالعكس، يقدر يظهر جدا في الجسد. فلو احنا بنتكلم الله، معقولة الجسد المحدود ده يظهر فيه ربنا؟ طب ما انت عندك حاجات بتقول كده، انت عندك الافكار دي موجودة اصلا. فيبقى ربنا يقدر على كده؟ ربنا يقدر على كل حاجة. فكرة التجسد مش فكرة جديدة، او فكرة ظهور الله بمعنى ادق فكرة مش جديدة. طيب القديس غريغوريوس النيسي بيقول ايه؟ كشفت الطبيعة الالهية الفائقة عن قدرتها العظيمة بالتنازل والتواضع الى مستوى الناس، وان هذا التنازل لدليل على امكانيات الله الفائقة اكثر مما تدل المعجزات الفائقة للطبيعة. لو احنا عايزين اكبر معجزة عملها المسيح هي التجسد، انه ظهر في الجسد، الله ظهر في الجسد، قدرته ظهرت في تجسده. يقول لك اني صعب، الله ده العالي العظيم يتجسد، المشكله هنيجي للاعتراض اللي بعده، هل التجسد يقلل من ربنا؟ لا. طب يزوده؟ طب ليه؟ الله غير محدود. الغير المحدود، الغير المحدود ده ولا بيزيد ولا بينقص. انت بتحسب بمقاييسك انت البشرية، الله ولا بيزيد ولا بينقص، ولا حد ممكن يقلل منه ولا حد ممكن يزوده. كون ان حضرتك بتشوف ان ده بيقلل او بيزود، انت بتتكلم عليا وعليك وعلى الناس كلها بالمستوى الفكري البشري. لكن الله غير المحدود ولا بيزيد ولا بينقص. فهو لما بيعمل شيء بيعمله ايه؟ هو عمل الشيء ده، ده ما يقللوش في حاجة. فهل الله يتجسد؟ يقدر يتجسد. هل ده هيقلل منه ولا يقلل منه ولا يزود منه؟ ده فكر مش مظبوط، فكر ضد طبيعة الله. هل الله تغير في طبيعته لما تجسد؟ ليه لأ؟ لأن احنا ما قلناش ان الله تحول لجسد. فاهمين الفكرة؟ الله ما تحولش لجسد في التجسد، لكنه اتخذ له جسدا، اتخذ له جسدا. طيب هل ده معناه برضو ان في حاجة طرقت جديدة على طبيعة الله، في تغير؟ الكلام ده مش مظبوط. التغير ده بيبقى للماديات. لكن الله، عايز اقرأ لكم شوية ايات بس كده، يعني زي ما هي في الانجيل بنؤمن بيها، يعني عن الله. يعني في كولوسي يقول فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الارض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا ام سيادات ام سلاطين، التي هي جسده. في افسس يقول ملء الذي يملأ الكل في الكل. نقرأ كمان كده آية، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. طب أنا عايز أوصل إيه من الآيات اللي أنا قلتها لحضرتكم؟ هل الكون معزول عن الله؟
يعني هل الله في ناحية والكون في ناحية؟ لكن الكل فالله. طب هل الكون هو الله؟ لا. لكن الله خلق، ولما خلق خلق الكل فيه، هو يملأ الكل في الكل. فاهمين الحتة دي ولا الحتة دي صعبة؟ مفهومة؟ الله خلق الكون فيه، وهو ملء الذي يملأ الكل في الكل. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان تغيرات الكون، الكون المادي، لا تؤثر على طبيعة الله. طب هل الله بمعزل عن الكون؟ لا. طب هل تغيرات الكون تغير تؤثر على الله؟ لا. حتى دي واضحة؟ فلما اقول ان ربنا تجسد واتخذ له جسدا، والجسد ده مادة ومتغير، هل ده يغير او يضر طبيعة الله في شيء؟ ما هي من الاول هو ملء الذي يملأ الكل في الكل، من الاول خلق فيه، الكون كله خلق فيه. اذا التفكير ده نفسه تفكير مش مظبوط، من اساسه كده اعتراض مش مظبوط. لما نحلله كده منطقيا ده مش مظبوط. فهل الله تغير بالتجسد؟ لا، لانه ما تحولش اللاهوت لناسوت، لكن الناسوت اتحد باللاهوت اتحاد اقنومي، اتحاد اللي هو يقول لك ايه، بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، متاكد، ولا استحاله اللي هي تحول، ولا استحاله يعني ولا اختلاط، ما فيش اختلاط ما بين عقيد، ما بين الجسد او الناسوت واللاهوت، سجلت الحاجه، ما فيش اختلاط ما بين الناسوت واللاهوت، لا اختلاط لا امتزاج لا تغيير، ما تغيرش حاجه فيهم. يعني الناسوت ما اثرش في اللاهوت، ولا اللاهوت اثر في الناسوت. اللاهوت بتاع المسيح، المسيح تجسد بجسد كامل، اللاهوت ما اثرش على طبيعه هذا الجسد، فضل ده زي ده زي ما هو، وفضل ده زي ما هو، ولا استحاله ده ما تحولش لده ولا ده تحول لده. يبقى تاني، يبقى احنا الله يقدر ان يتجسد، قادر على كل شيء، ده ما بيقللش منه في حاجه، لان الله غير محدود، الله ولا في حاجه بتزوده ولا في حاجه بتقلله، بل بالعكس التجسد يدلل على قدره الله وعلى عظمه الله، لان العظيم هو اللي بينزل ويتضع. التجسد لم يغير في طبيعه الله، والله ما تغيرش بالتجسد. طيب هنقرا انا قلت لكم الحته دي اللي هو هل يجوز ان يتجسد الله، هل يجوز، احنا قلنا هل يقدر، يقدر. طب ينفع بقى، ينفع يعني في فرق بين يقدر وينفع، يليق بيه، يعني حته ان هو يزوده او ينقصه. هذا السؤال يقودنا الى سؤال اخر يسبقه، هل التجسد هو صفه كمال ام صفه نقصان؟ ان التجسد صفه كمال، وهذا ما يصرخ به النصارى، فالله كان ناقصا حاشا لله قبل ان يتجسد. فبإجماع النصارى أن الله لم يتجسد قبل المسيح أبدا، وأول تجسده كان في المسيح ولم يكن متجسدا أزلا. فبغض النظر أن هذا يعتبر جد على الله، تجديد على الله، زي ما أنا قلت لكم هو بيعترضوا أن ده يعتبر حاجة تجديد على طبيعة الله، لأن هو ناسي أن الله خالق الكون فيه، وأن هو مالئ الكون، الله مالئ الكون. هل في حتة ممكن نقول أن ربنا مش موجود فيها؟ صعب. أرى لكم بس حاجة، قديس أثناسيوس في تجسد الكلمة بيقول، مش تجسد الجسم ده غالبا في ضد الأريوسيين، يقول المخلص نفسه هوذا أنا لا أتغير، بينما يكتب بولس يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد.
ولكن في الجسد اختطن وحمل وأكل وشرب واضطرب وعلق على خشبة وتألم وكان فيه كلمة الله الذي يقبل الألم غير المادي. إن كان الأريوسيون شوفوا بقى نفس الاعتراض ده متقال من أيام أثناسيوس. إن كان الأريوسيون يفترون هكذا بنسبتهم التغيير للكلمة فليتعلموا مدى الخطورة الكائنة في فكرهم، لأن الشجرة تعرف من ثمرها. ولهذا أيضا فإن من قد رأى الابن فقد رأى الآب، ولهذا أيضا فإن معرفة الابن هي أيضا معرفة الآب، ولذلك فإن صورة الله غير المتغيرة ينبغي أن تكون ثابتة غير متغيرة، لأن يسوع المسيح هو أمسا هو أمسا واليوم إلى الأبد. وداود يقول مترنما به: أنت يا رب منذ البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك، هي تتلاشى وأنت ستبقى، كلها كثوب ستبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت وسنوك لن تنتهي. والرب نفسه يقول عن نفسه بواسطة النبي: انظروا إلي فترون إني أنا هو وأيضا لا أتغير. وربما يقول أحد إن المقصود هنا هو الآب، ولكنه من المناسب أن يطلق هذا على الابن أيضا، خاصة لأنه حينما يصير إنسانا فأنه يظهر شخصيته كما هي ويظهر عدم تغيره، وذلك بالنسبة لأولئك الذين يتصورون أنه بما أنه اتخذ جسدا فأنه قد تغير وصار آخر. خدين البالكو، وهنا دول بيقولوا أنه تغير صار حد جديد، ده مش صح. طبيعة كل المخلوقات وكل الكائنات هي متغيرة ومتحولة، وباستبعاد الابن عنها فعنه يبين الكتاب: أنت وسنوك لن تنتهي. إن الابن لا يتبدل ولا يتغير، وهذا بحق أمر طبيعي، لأن الأشياء المخلوقة بما أنها نشأت من العدم ولكونها لم تكن كائنة قبل أن تخلق، لذلك فإنها لها طبيعة متغيرة. مش عايز أطول. لقد صار رئيس كهنة أمينا باقيا إلى الأبد، وقد صار أمينا حسب الوعد لكي يستجيب لأولئك الذين يقتربون إليه ولا يخدعهم. وهذا ما يمكن أن تتعلموا يتألمون بحسب، لأنه هو أمين وغير متغير بل هو ثابت إلى الأبد. قديس أثناسيوس رادد على الفكرة. طيب كيف يحل الله القدوس في بطن امرأة وسط الدم والنجاسة؟ يعني التفكير ده في حد ذاته معيب، يعني عيب لما حد يقول كده على خلقة ربنا. ده واحد مش فاهم ان ربنا كل اللي بيعمله حلو، ما بيعملش حاجة وحشة ابدا، والنجاسة دي هي في الخطية فقط، النجاسة في الخطية فقط. لكن اللي يقول فكرة زي دي اقول له: حبيبي، يعني اللي انت بتقوله ده ينفع؟ هو ربنا بيعمل حاجة وحشة؟ بيعمل حاجة نجسة؟ هو الدم والنجاسة والإفرازات سواء كانت إفرازات الست أو في الراجل أو أيا كانت الإخراج، هل الحاجات دي نجسة؟ سوري معلش، يعني إحنا مش بناكل من الأرض، والأرض ديت أكل النباتات ده مش السماد اللي معمول من الإخراج بتاع الإنسان؟ هل عمل الله في شيء نجس؟ فالاعتراض في حد ذاته مش مظبوط، مش نظيف. يعني اعتراض ما يدلش على ان الفكر نظيف، الفكر فكر متدني بيفكر بمستوى البشر مش بيفكر بالمستوى الالهي المستوى السامي. الله شايف ان كل خلقته، ربنا لما عمل الخليقة كلها قال ان هي ايه؟ حسنة. ولما عمل الانسان قال ايه؟ حسن جدا. فهل الله الكائن في كل مكان هنا في هنا اقوال هقول لكم كده كم قول حلوين قوي، بس الفكره بتاعتهم: هل الله معنى كده ان ربنا مش موجود في المكان اللي فيه زباله؟ هو الشمس، قديس كيرلس يقول بقى القول الجميل ده، يقول هو زي ما الشمس لما بتشرق تطلع على أكوام الزبالة وحرارة وشعاع النور بتاع الزبالة تطهر بتاعت الشمس تطهر الزبالة دي، فالله لما أشرق في طبيعتنا طهر كل حاجة. الله برضو، ده الفكرة دي برضو تاني بتقول إن الله بيتأثر بالمادة. الله لا يتأثر بالمادة، الله يقدس المادة، الله يقدس أجسادنا.
بارك، لما يقول باركت طبيعتي فيك، قديس غريغوريوس في القداس بتاعه يقول باركت طبيعتي فيك. قديس أثناسيوس يقول وإن كان الله يسكن في الكون كله وبكل أجزائه، فما هو وجه الغرابة أو السخف إذا قلنا أنه اتحد بالإنسان أيضا؟ ده في تجسد الكلمة، لأنه لو كان حلوله في جسد أمرا سخيفا وغير مقبول لكان أمرا سخيفا أيضا أن يسكن بكل الكون ويعطي ضياء وحركة لكل الأشياء بعناية. قديس أثناسيوس في تجسد الكلمة بيرد على الكلام اللي احنا بنقوله. قديس أثناسيوس يقول كمان إن كانت الشمس التي خلقها هو والتي نراها وهي تدور في السماء لا تتدنس بمجرد لمسها الأجساد التي على الأرض، ولا بارئ الشمس وربها لم يتدنس قط بمجرد ظهوره في الجسد. قديس كيرلس يقول وكما أن شعاع الشمس عندما يسقط على أي شيء من الأشياء الأرضية النجسة لا يتدنس بل يظل كما هو بدون أن تلتصق به رائحة الرائحة الكريهة للقذورات التي يقع عليها، فكم بالأكثر طبيعة الله الكلية القداسة التي لا تسمح بأي عيب أو دنس يؤثر فيها. وطبعا في اعتراضات تانية بس أنا عشان الوقت، عشان حضراتكم وقتكم كده أزف الساعة 9:50، أنا اديت يعني دي يعني يمكن الحاجات اللي احنا بنواجهها دايما من اللي حوالينا، من في الشغل، في على النت، من الملحدين، من المتشككين يتشككوا في طبيعة الله ويشككوا في تجسده وبركات تجسده. الكلام ده زي ما انا قلت لحضراتكم هو كلام موجود، انا ما ألفتش حاجة، انا الكلام ده موجود في كتب الاباء. احنا محتاجين بس ان احنا يعني بعتبر كده ان علم الاباء يا ابونا ان هو علم العلوم، اللي يقرا للاباء بيقرا تفسير وبيقرا تفسير للكتاب المقدس وبيقرا دفاعيات وبيقرا كل حاجه وبيقرا عقيده بيقرا كل حاجه. فربنا يعني يدلنا بركات تجسده كده، وكل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا دكتور سامح جيمي. واللي ما يعرفش الدكتور سامح، سامح من ولادي انا شخصيا اللي بعتز بيهم، هو دكتور صيدلي وهو متخصص في الدفاعيات ويعمل في مجال الملحدين والمتشككين، وبيخدم في خدمة اسمها شباب راجع ليك، وعنده قيمة كبيرة جدا من الخبرات في التعامل مع اللي عدو الخير بيحاربهم في وجود الله وفي تدبير الخلاص. سامح بيخدم في كنيسة مارجيرجي سبورتينج ومسؤول عن الدفاعيات في المدرسة من بدايتها، وبيشتغل معايا في الأعمال الإدارية والتنظيمية وكل ما يوكل إليه من أعمال من أجل نهضة المدرسة. لا تتخيلوا ببقى سعيد قد إيه لما بياخد الكلمة أو ياخد المحاضرة طالب أو خادم في المدرسة، لأن هو ده الإنتاج. إحنا لينا رؤية مختلفة في المدرسة، في هدف لما جينا نعمل المدرسة، الهدف منها أن تحول المستمع أو المتعلم إلى معلم، وفيما هو يعلم يبقى يتعلم. دي معادلة لابد منها. عشان كده أشكر ربنا أنه هناك لما تفتحوا المنصة بتاعت المدرسة هتلاقوا تقيسوا الجودة، انه ربنا يعمل في العقول ويعمل في القلوب، وبنتحول مع بعض، لان احنا محتاجين جيش من الخدام اللي خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده